التقى المنتخبان السعودي والماليزي 8 مرات صنفت دوليا على جميع الأصعدة ومختلف البطولات، إضافة إلى 3 مواجهات لم تصنف دوليا، وكان آخرها في مارس 2013 وانتهت خضراء ب4 أهداف لهدف. أول لقاء دولي بين المنتخبين كان في سبتمبر عام 1980 بدورة الألعاب الإسلامية، عندها فاز الأخضر بثلاثية نظيفة. وضمن اللقاءات الدولية الثمانية التقى المنتخبان 4 مرات في تصفيات كأس العالم، مرتان في تصفيات 1994 وانتهت بهدف لمثله، أما الأخرى ف3 أهداف نظيفة للمنتخب السعودي. وفي تصفيات 1998 انتهت الأولى بالتعادل دون أهداف، أما الثانية فانتهت ب3 أهداف لمصلحة الأخضر. 6 لقاءات كان الفوز فيها للمنتخب السعودي، بينما حضر التعادل في 2 لقاءات ولم يتعرض الأخضر للخسارة مطلقاً، وسجل 17 هدفاً في الشباك الماليزية واستقبلت شباكه 4 أهداف. أما الهداف التاريخي للمنتخب السعودي في مرمى ماليزيا فهو اللاعب ماجد عبد الله برصيد 5 أهداف. وفي ملعب شاه عالم التقى المنتخب السعودي دولياً ب4 منتخبات هي تايباي الصينية وماليزيا وبنغلاديش وأندونيسيا، فاز في 2 وتعادل في 2.